famille, bien, bien. On se retrouve dans une vidéo jadida. اليوم غادي ندوي لكم على prise de masse, غادي ندوي لكم surtout على ما prise de masse وكيفاش تعملوا تنجون على prise de masse. Donc اول حاجه باش تبغي تلانسي la prise de masse شنو كدير؟ كتعبر باسكو الميزان هو كلشي. الميزان هو اللي خاصك تكونترولي كل سيمانه باش تشوف واش البوا تزاد ولا البوا تنقص. بعدا قبل ما نتعبوا خويا ما كلشي اللي مازال ما تابوناش يتابونا, اللي مازال ما ابونيش انستغرام ها هو هنا تابونا, وكيكونوا دي ورك اوت كل نهار. لي ورك اوت اللي كندير كندير لهم مونتاج وكنحطهم لكم انستغرام, وغادي يكونوا بزاف ديال لي سوبريز في البلوغ هذا باش نتوما غنخليكم انكم تستافدوا من لا بريز دو ماس باش نتوما تقدروا توصلوا للهدف ديالكم. اول حاجه غادي نديروها الصباح بيان سور اجا مازال ما واكل ما والو, غادي نتابعو 117.1. دونك طوب دي بارلي غادي نديرو ديال هاد لا بريز دو ماس هادي, غادي نمشيو على 117.1. باقا ليا 4 سمان, انا ديجا جريتها صافي ديجا 3 موا كندير لا بريز دو ماس ديالي, وغنزيد بقات لي واحد 4 سمان اللي غادي نفوسي فيها شي شويه باش نحاول ناخذ لو ماكسيموم ديال الماس مسكولير باش ديك الساعه فاش نسيشيو او موا كتبقى شي حاجه. باسكو سا سيغ غير الواحد اللي كيدخل لا بريز دو ماس كيفكر يدير لا سيش الوغ كو هو يلاه 3 شهور ولا 4 شهور باش يبدا لونترينمون وباش يبدا بريز دو ماس وكيفكر يدير لا سيش. لا سيش حتى كتوصل ان سيغتان نيفو في لا بريز دو ماس تكون او موا هزيتي ان سيغتان ماس مسكولير عندك كتفكر دير لا سيش. دونك فوالا 117.1 اوبجيكتيف ديسي لخا ديال الشهر نربحو واحد 1 كيلو. اول غوبا اللي عندي في الصباح كناخد ديما هذا, كان عندي 6 البيضات كناخدهم كومبلي, ما كان الحلال البيض لا ما كان الحلال الصفار, كنخلي كلشي حاسب كلشي لي بروتين لي خاصني وكنحسب الفات لي خاصني. بالنسبه للكلوسيد عندي واحد 3 ديال البطبوط ولا انجليش ميفين كواش كيفاش كيسمي, كنصايبهم انا في الدار دونك كنعرف شنو كندير فيهم, كنكونترولي هادشي كامل. فوالا دونك بالنسبه لهذا الفطور هذا برومي غوبا ديال لا جورني راه فيه تقريبا بين 1000 حتى 1100 كالوري. دونك وي سي انورمون ديال لي كالوري, سي تقريبا لو تيير ديال لي كالوري اللي عندي نهار كامل, ولكن سي ان بوتي ديجوني كونسيستون اللي كيخليني ندوز به النهار جوسكا مون بروشان غوب. هذا داخل في بليز دو ماس هاد لا غير هاد القنت هذا باقي هذا. دونك قالت لي 4 سمان لا بريز دو ماس هادي اللي خدام فيها دابا, داكشي علاش سورتو غادي نعاون واحد كومبليمون اليمونتيغ اللي ما خديتش في هاد لي 3 مو اللي قبل ديال لا بريز دو ماس. واحد كومبليمون اليمونتيغ اللي ما خديتش هو اللي غادي نوريكم اللي غادي يفيدكم بزاف في لو ريفيني تاعي. لا شوز لا بليز امبورطون في الواحد كيفت لكم لا بريز دو ماس وسورتو فاساش, انا ما نقدرش نضرب كيلو ولا كيلو ونص ديال الدجاج ان بوسيب سورتو كو دابا الدجاج ولا الثمن ديالو بالثمن اللحم. انا لاوي اللي كناخذ كناخذ لاوي عادي سورتو انا الفريز اللي كيعجبني ما عرفت جو سي با بوكو. دونك لي زاروم هنا كاينين, دونك سوا تاخذوا لاوي عاديه ولا خذوا لاوي ايزولات. ايزولات لا ديفيرونس اللي بينها وبين لاوي عاديه سي جوست لاكتوز اي سي جوست لو سوكر, هذه زيرو سوكر وهذه تقريبا ما فيهاش والو, ما فيهاش غون شوز, تكون فيها واحد غرام ولا جوج ديال بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال البور ما كيقدروش ياخذوا البور بزاف ولا وي ما كافيهمش, دونك كاينين دي غينر. وهنا لافونتاج اللي كاين دو سورت دو غينر, كيبغي ياخذ كيبغي يدير اون بريز دو ماس وكيبقى ناقصين كيلكو كالوري بار جور داكور, ما كيحتاجش شي حاجه اللي فيها السكر بزاف ولا الجلوسيد بزاف. دونك شنو كيدير, اجي قرب حدايا باش تشوف, كيجي كياخذ لي الماس. فوالا وبالنسبه للناس اللي كيترينيو الا ما بغاوش يتقاس لهم ستوك غليكوجين بزاف, دونك عندك لو شو كناخذ انا لي بي اس ا ولا لي ا ا. دونك لي بي اس ا هي مجموعه من الاحماض الامينيه, وعندك لي ا ا اللي هي لي 3 بلوز امبورطونت لوسين ايزولوسين وفالي. جوستومون انا اللي كناخذ لي ا ا ا ديال الكارت وكنحمر على ابل بيل. هاد ابل بيل قاعد ما بادا الله بالسلامه. ايسونسييل يعني في لابريز دو ماس سي لا كرياتين. كرياتين كناخذ العمل كامل ما كنقطعهاش, غير هي مالوغوزمون فيك لا كرياتين دابا دايره بحال الذهب الابيض راه غير في السوق. دونك اي لون روتور دو ستوك مي ابارتيغ لا سمين بروشين غادي تدخل. ابار سا كاين عاوتاني لا فيتامين مزيانه بور لا ديجيستيون, لي زوميغا 3 اللي كناخذها شاك ماتان سيرتو هادو زوينين فيهم اروم سيترون. فوالا دونك لي زوميغا 3 يفون بارتي ديال الريتويل ديالي انا اللي كناخذ كل صباح في لي فيتامين ديالي. عندك عاوتاني لي ملتي فيتامين مهمين, دونك لي خاصكم تعرفوا على لي ملتي فيتامين سي كل واحد كيتريني ماشي بحال واحد ما كيترينيش. الواحد اللي كيتريني راه كيحتاج فورسيمون بلوس دو فيتامين كو واحد ما كيترينيش. افيك سا لا فيتامين سي اللي هي سي احسن انتي كاتابوليك سي لا فيتامين سي. دونك لا فيتامين سي تاخذها في الصباح كيف تقدر تاخذها من بعد لونترينمون ديالك باش تفادى الكاتابوليزم. دونك كاين نيتخافليكس, دونك هذا سي ان بري ورك اوت. اللي مزيان في هذا سي كو لا سكوب ديال 10 غرام ديال 10 غرام فيها 325 ملي غرام ديال الكافيين, 325 ملي غرام ديال الكافيين راه حمار, راه سي ليكيفالون ديال 5 ولا 6 القهوه. وانا ان دي كومبليمون اليمونتيغ اللي كنحتاج سورتو من بعد لا بليسيور ديالي هي الكولاجين. دونك الكولاجين مزيانه بور لي ارتيكولاسيون, مزيانه بور لي طوندون. دونك هي اللي كناخذ اون بليس دو سا هادي فيها انا روم فاني غادي تجي يا سلام مع لا وي فريز. دونك الكومبليمون اليمونتيغ اللي قلت لكم انا اوبليجي غنجربو غناخذو في هاد لي 4 ديرنيغ سومان ديال لا بريز دو ماس سي لو كاروتين. اون فيت سي دي غلوسيد انديز غليسيميك مفرقع, سي دي غلوسيد اللي كيكونوا ا ديسبوزيسيون ديال الموسك ديالك. علاش؟ باسكو لو موسك حنا لوبجيكتيف ديال الناس ما نخويوش من ستوك غليكوجين, خاص ديما تبقى فيه ستوك غليكوجين. علاش؟ باسكو اون فوا غيتخرج ستوك غليكوجين منين الموسك غادي يجيب لينيرجي غادي يمشي ياكل لينا من البروتين وحنا ما بغيناش.
بيناش كيعطينا لي بروتين دونك سي بور سا كو كنعاونو بهذا لي جلوسيد هذا دونك غادي يعطيوك د لينيرجي انستانتانيمون دونك ليديال سي تاخذو بوندون لا سيونس الا بغيتي كوم سا تو مونك با لينيرجي سينو من بعد ما ساليتي لا سيونس ديالك اون فوا ك الميوسكل تخوا من الجلوكوجين ديالو ديك الساعه كتعاود تعمل دونك فوالا غادي ناخذ هذا اروم عنيبه شي بانانا مهوى بالجلوف ولا بلا جلوف كيفاش كتاكل انت رشيد ما عنده لا انفلاسيون ولا سي بي اي ما كاينش ما كاينش الغلا لا ما كاينش الغلا عنده الثمن تي تي سي الثمن تاع الكليه الفاكتوره يلاه 24 دونك دونك هنا الى حيتي الجلوف هذا غتبقى لك واحد 100 غرام مزيان هي اللي كناخذ افون افون سيونس عندك واحد 100 كالوري عندك واحد تقريبا 25 غرام دو جلوسيد مزيانه ليا انا افون سيونس اللي كناخذ دونك بالنسبه لا سيونس بقات عندي واحد نص ساعه بلا ما نوصل لا سيونس دونك لا سورس انرجي ديالي هي البنانه اللي ضربتها تنضربها قبل كنضربها واحد نص ساعه قبل لا سيونس علاش باش الله الجسم ديالي كيهضم الكابس كيهضم داكشي كامل اللي كاين باش ما تبقاش الحركه الدمويه في جهه الاستوما وديك الساعه نقدر نستافد من الكافيين بالنسبه للكافيين دونك كناخذ انا اون طون نورمال كناخذ ديما قهوه شوف اللي وصل لهذا النيفو ديال لا فيديو اخلي لكم واحد الموتيكون هنا ديروا في الاسباس كومونتير باش نعرف شكون كيتفرج في النص ديال الفيديو حتى توصلنا للنص جينا نقضيو واحد الغرض فواحد البروجي ولكن ما نقدرش ما نقدر نقول لكم والو دابا تشوفوا في الفلوق الجاي ولا اللي من بعد ان شاء الله طاحت عليا واحد الفكره باش نتوما تستافدوا من هاد لا بريز دو ماس عندكم في الاخر لا فيديو غادي نعطيكم الجيات ديال بريز دو ماس ياك هذه اول حاجه بغيتكم اللي غتاخذوا لي كومبليمون اليمونتير دابا غنحاول نضبط لكم على كود ريدكسيون عند سترونغ اند سيفج واحد من سبونسور ديال الحوايج جاوبتي في التليفون دابا ياك واش دابا غندموك حنا دابا كنصور فلوق ديال بريز دو ماس واش لهاد الناس هادو اللي كيتفرجوا في الفلوق واش نديروا لهم شي كود ريدكسيون زويون يستافدوا منه اون سيمين عندهم سيمانه ها غتخرج نهار يخرج فلوغ ديال نهار يخرج فلوغ حسبوا سيمانه باش تستعملوا هذا الكود ريدكسيون دونك اسي بادرك من غير الكود بين جي 10 اللي تقدر تستافدوا منه طول العام اين كود تقدر تبروبوزي ليا الناس اللي يشوفوا هذا الفلوغ صافي نديروا لهم 25 الله 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 عندكم 25 ما 25 بوسون ريدكسيون دونك ندخلوا الكود بين جي 25 اوكي بينجي 25 صافي تنعطيك لي دات اكزاكت بونون اون سيمين صافي يلا ميرسي حبيبي غادي نوجدوا الانترا ورك اوت ديالنا دونك سوف كنا هاد الانترا ورك اوت ديال اليوم اش غادي ندير فيه غندير فيه لي بي سي ا وغادي نزيد حتى كاربوتين هو كيف قلت لكم تقدروا تاخذوه سوا بوندون لا سونس ديالكم ولا من بعد انا اش بريفير ناخذ بوندون علاش حيت ما هزيتش معايا الشيكر وما عنديش كيفاش ندير باش نشرب من بعد دونك غادي نخلط كلشي في قرعه واحده غنشرب شويه الماء بعدا بسم الله باساج فيتنس فين كنترينيو دونك بالنسبة للماتيريال بدلوه ماتيريال زوين وكاين واحد لاصال واحد غادي يتحل في السونتر دونك إلا كبرنا شي شوية سي باسكو الماتيريال تبدل دونك ديما قبل ما كنبداو أي سيونس ديما كنديرو دي زيشوفمون دي زيتيرمون فهمتي سي لا باز ديال أي سبورتيف كيتريني بوغ إيفيتي توت سورت دو بليسيون بالنسبة للبروغرام اللي راني متبع عن أون طون نورمال كنخدم بي بي إل بي بي إل شنو هو بوش بول ليك كندير بوش بول ليك بوش بول ليك يعني 6 مرات في السيمانه وكنرتاحنا للحد غير هو بالنسبه لاسونس ديال اليوم فيكم ما عندناش شويه ديال الوقت وغادي نبغي نصور لكم غير اون سيري من شاك اكزرسيس وغنصور لكم ديما لا سيري الاولى ما محتاج انني نوريكم شحال كنهزو داكشي ما عندي ما ندير به غنوريكم غير كيفاش واحد خصو يخدم دونك غادي يكون مونتاج بموسيقى وبالنسبه ليزكزرسيس انا غادي اليوم غادي نخدم تشاس ان شاء الله غادي نجمع 5 ديزكزرسيس وكل اكزرسيس غندير له سيري 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 عاد غناخد طون ريكوبيراسيون يعني هذا ما كيتسمى بيسات ما كيتسمى بريسات ما كيتسمى كوادريسات كيتسمى كانتوسات يعني غنجمعو 5 ديزكزرسيس غنخدم سيري كل واحد عاد غادي نرتاحو غادي تكون اون سونس انتونس لا مزيان لواحد اللي داير بحال هكا باش كيشوكي الميوسك الميوسك مولف كيخدم 12 ريبيتيسيون 15 ريبيتيسيون كيحبس انا غنعطيه 12 في 12 في 12 في 12 في 12 عاد غادي نحبس اشوف موندون غادي نحاولوا نحسبوا لي كالوري ديالنا وغادي نطاكيو الكرونو ونتوكلوا على الله Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Donc les séances parallèles, je kibrio, kibrio. Il y a deux un, la salle qu'on fait ouvrir. Deux les machines qui sont disponibles et deux trois ils font chier d'agir. Donc les chiens d'agir, on a une telle machine de chef, on a une de monde. On a une business de clinique, on a une business de technique, on a une business de plat. On a une de monde meilleur. On va dans des passages, on a une ou deux ou trois telles machines sur ma tête, on a une. Mais je vais dire que le rythme, cardiaque est jolie, pas taille. كنتي ما خاصنيش بين 80 و80 نشد واحد نص ساعه ديال ريكوبيراسيون خاصني اونشينيهم عندك ساعه قبل ما نخدم ريكوبيراسيون
never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Mine de rien, quand tu parles de لكن انا جيت حسبتيها بقى 60 ريبيتيسيون اللي كدير في سيري وحده دونك اوتوماتيك كنحس بها هذه هي السيري الاولى دونك هو تكون لي زيكزارسيس غادي ندير وغادي نتبع هذا الشيء بعض المرات never gonna look back cuz damn I was built to last you move slow and I move fast and that's facts only I can make a change slowly take a step today I will never be the same. دونك فوالا لا سونس اللي درنا اليوم الكارديو مهم ديما ساليو بالكارديو ما تبغيش تكون ديرو كارديو بلا نهار ولكن مهم ميم في لابريز دومون تخدم البيب ديالك اوكي باسكو دي فوا كتكون كتريني ماشي الميسك ديالك اللي كاين سي البيب ديالك اللي كاين دونك ديما خدموه كسا سوا اون سيش ولا اون بريز دو ماس اليوم خدمت غير تشيست ما درت لا تريسبس بيسبس باسكو خدمته مبارح وفي واحد لي كوباتيو خايبين جو سي كوم غادي نقدر ندير حتى حاجه اخرى عندي خمسه ديال لي زيكزارسيس اللي درت تقاتلت فيهم سي بلوز امبورطون دينا بيان سونس دونك صحه الراحه وصح تكون واحد تكون تنتوما بالنسبه للبوس ورك اوت دونك شنو كناخذ من بعد لا سيونس من بعد لا سيونس كناخذ عندي هنا دو سكوب ديال الواي مع دو سكوب ديال الكرياتين دونك واحد 800 ولا 10 غرام ديال الكرياتين اللي كناخذ بيان سور الكرياتين تو ديبون ديال البوا ديال الواحد الوزن ديال الواحد انا 118 بيان بيرميتر اننا ناخذ 8 حتى 10 غرام ديال الكرياتين بالنسبه لي كالوري ديال البوس ورك اوت دونك عندي تقريبا واحد 360 كالوري حسبت معاها لانترا ورك اوت اللي خديت قبيله ديال هاد ديال الكربوتين من بعد ما دوشنا نقدروا ناخذوا لو غوبا ديالنا اللي من بعد البوس ورك اوت دونك بالنسبه للاسورس دو بروتين كناخذ الدجاج غير هو كنطحنوش بريفير نطحنو سا باس ميو دونك كنعبر عندي 150 غرام ديالي ديال الدجاج من بعد بالنسبه للكابز كنعزل تطحنو باسكو عندي الجليسيميك ديالها طالع ولي زاليمون كيكون عندهم كابز عندي الجليسيميك طالع دو بريفيرونس لعب بهم اوتور دو لونترينمون يعني سواء قبل لونترينمون سواء بعد لونترينمون بالنسبه للكالوري ديال الغوبا دونك اون في زونتور ديال 490 كالوري ماشي بزاف مي راه باقي تابعيني لي غوبا دونك ثروزيام غوبا بلا ما حسبت الكولاسيون دونك ثروزيام غوبا كناخذ احسن سلاد هاد السلاد هادي كيكون فيها البيض كيكون فيها الروز طون الكورنيشون زبيب ودي فوا كندير يا التفاح يا لابواغ بوعوي غير بالنسبه لي كالوري ما قلتش لكم على لي كالوري راه هاد السلاد هادي مين دو ريان لي سلاد كيكونوا شويه كالوريك راك شفتوا الغوبا شحال فيه تقريبا واحد 500 كالوري الوغ كو هاد السلاد هادي فيها 800-850 كالوري وي ما بقاتش في السلاد بقات في شنو فيها وداكشي اللي كدير فيها هو اللي كيخليك انك تطلع لي كالوري بزاف لافون ديرني غوبا دونك اللي قلت لكم قبيله كناخذ نفس الحاجه كسوا في لي كونتيتي ولا كسوا في لي زاليمون كناخذ نفس الحاجه كالغوبا اللي قبل دونك حتى هنايا عندي تقريبا واحد 500 كالوري وبلا ما كنت خدام لكم على لي بروغرام ديال لي كوتشينغ ديالكم وقبل ما ننعس كناخذ هنا دو سكوب ديال الواي كندير فيها حتى واحد لا سكوب ديال الكولاجين دونك ان توتال ديال 300 كالوري دونك فوالا بالنسبه لابريز دو ماسانا ديالي جو سوا 3500 كالوري دونك هاد 3500 كالوري كتخليني انا نبقى اسي كلين دونك داكشي علاش انا جي بريفيري نزيد واحد الشهر ديال لابريز دو ماس باسكو شفت راسي انا باقي كلين افيك كيكو زابو دونك داكشي علاش كتمشي مشكل نقدر مازال نزيدو في لابريز دو ماس توت اون ريستون كلين دونك 3500 انا كنقدر نبقى بها كلين وناخذ البوا عندي معكم تانا واحد الحاجه غادي نعطيكم ان بروغرام دو بريز دو ماس اللي غادي يكون ستاندار غادي نخليه لكم في الاخر لا فيديو غادي نتوما يبقى لكم حاجه وحده غادي تبقى لكم جوست انك تادابتيو داكشي على حسب لي بيزون ديالكم اللي بغى يطلع في لابريز دو ماس يزيد يطلع غادي يطلع الكابس كنلعبو بزاف على الكابس واللي بغى يسيشي غادي ينزل الكابس دونك جربوا داك البروغرام تحاولوا تعبوا كل سيمانه ابخي دو سيمين تشوفوا واش كتهزوا البوا الا ما هزيتوش البوا زيدوا في لي كالوري زيدوا في الكاربز الا كنتو بغيتو تطيحوا البوا جربوا داك البروغرام شوفوا شحال طيحتوا السيمانه الاولى السيمانه الثانيه ما طيحتوا والو تبعوا هذاك نيت وطيحوا الكاربز نقصوا الكاربز تدريجيا بيان سور والكارديو كيتزاد حتى هو تدريجيا فوالا غادي نخليكم هنا ولكن بلاتي قبل ما تمشي بعد اهم حاجه خاصني نعرف شكون اللي كيتفرج على هذا الفيديو نخليكم واحد الموتيلون هنا ديرو في لي سباس كومونتير باش نعرف شكون كيتفرج على هذا الفيديو مازال ما تابوناش ابونا ولك على الجرس واش وصلكم نوتيفيكاسيون فوق ما تحط فيديو انستغرام وداكشي تابوناو راكم عارفين لي ستوري كل نهار لي ورك اوت كل نهار لي ورك اوت لي كنحط لي كنتريني انا كندير لهم تي مونتاج بحال هادشي هاكم ملفين في يوتيوب وكنحطو سو انستغرام ابتي بوز بلو الى عجبتك الفيديو وجوجي ا تري بيتون ان شاء الله بور نوفو بلوغ.